لنا لقاء الآن مع أحد أبناء الدائرة، الأستاذ حمادة إسماعيل وافي. أهلا بك يا أستاذ حمادة. ليه بتقال ليه حضرتك بتأيد سيادة اللواء علي فهمي إسماعيل؟ إن هو راجل خير وبيشذبش الناس في مواقف، في أي موقف بيقف معاهم، في وقت الشدة وفي وقت الضيق وفي أي وقت بيقف معاهم. وراجل مش بيتقال عن أي حد، يعني تطلبي في الليل تلاقيه، في النهار تلاقيه، وبيته مفتوح للناس كلها. المنافسة شديدة بين المرشحين جدا، حضرتك شايف حظوظ اللواء علي فهمي بدوي؟ فرصته كبيرة، وهو ليه موليه على أهل الدايرة كلها، ليه فارس ومعامل أرضية كويسة، وليه الناس كلها بتحبه في أي مكان، وأي ما بيروح أي مكان الناس بترحب بيه. لماذا تطلب من سيادة اللواء علي فهمي في البرلمان القادم؟ يجيب حقوق الناس الغلبانة، وده بس الحق الراجل الفقير ويجيبه، ويدينا حصه التله وحصه الدايره كلها. احنا مش بناخد حقنا ولا في راس، في طرق ولا في مدارس ولا في اي حاجه، سايبيننا كده. بشكرك. شكرا يا فندم. سياده اللواء، سؤال يعني هو بيطرح نفسه، يعني بعد هذه التظاهره، تظاهره الحب من اهل تله، يعني احنا كده نقدر نقول عرفنا انت ليه رشحت نفسك. الحمد لله. طبعا تلة ليها مكانة انتخابية، تعداد التصويت فيها قوي، يتعدى 40,000 صوت، والحمد لله الجميع هنا مجمع عليا، فطبعا ده بيدينا اطمئنان وثقة زيادة على بلدي أنا برضو. تعداد تصويتها يجي 30,000، فالحمد لله احنا لينا سابقة أعمال في الخدمات السياسية، وده احنا مش أول مرة ندخل برلمان، احنا سنين قبل كده من أخويا ووالدي، فالعملية مستمرة الحمد لله لخدمة الناس، وده حب الناس اللي بنلاقيه احنا في الشارع، فده ما يعني الحب ده طبيعي، لا بمال سياسي بيتشارى ولا بأي حاجة، ده حب زي ما انت شفت كده، الناس جاية عشان يعني تهنيك. يعني الحمد لله من ساعة ما ترشحنا أغلب الناس والبلاد اللي بنروحها بتبارك لنا، لأنها واثقة إن الناس دي بتخدم، واثقة في إمكانيات الناس دي. الناس دي ما بتكذبش، الناس دي على أرض الواقع بتنفذ أفعال، مش كلام ولا أي حاجة تانية. طيب سيادة اللواء، كيف يرى انتخابات برلمان 2020؟ أرى إن شاء الله كويسة، والناس هتخرج، الناس هتخرج عكس الشورى. الناس قالت إن الشورى نسبة التصويت ضعيفة، لكن في الشعب تختلف شوي. إن شاء الله الناس خارجة، وخارجة تدلب أصواتها وتقول إحنا عايزين الناس دي عشان يعملوا لنا قوانين ويشرعوا، علشان البلد إن شاء الله تعالى في المرحلة اللي جاية محتاجة قوانين ومحتاجة رجال يقفوا يساندوا الدولة. خبراء الانتخابات والعمل السياسي يرون أن هذه الدورة تشهد يعني صراعات ومنافسة شديدة. سيادة اللواء بماذا يتسلح؟ يعني حضرتك بتتسلح بيه، هل ببرنامج، هل بتراهن على شيء معين إن شاء الله يرجح كفتك في الانتخابات؟ ودايما الانتخابات فيها صراعات، عمر الانتخابات ما عدت من غير صراعات، لكن أنا بتسلح بالإيمان وبالناس وحب الناس، ده السلاح بتاعي، ان الناس واقفه معايا. طالما الناس وقفت معاك وقالت كلمتها بتحسم الانتخابات. طيب سياده اللواء، البرلمان القادم هو يعني استكمالا للبرلمان السابق، وهو مرحله لجني حصاد ما زرعه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم. بالنسبه لحضرتك والاهل دايرتك، ايه اللي ممكن تعمله بمجرد ان شاء الله وجودك تحت قبة البرلمان؟ ان شاء الله تعالى. انا قلت الكلام ده ان الايام اللي جاية كويسة، والايام الجاية فيها الحصاد زي ما حضرتك قلت، مشاريع على وشك الانتهاء كلها، يبقى الناس كلها، الناس تعبت الفترة اللي فاتت، تعبت، لكن المشاريع اللي جاية قربت على وشك الانتهاء، ناس كتير هتشتغل والبيوت هتتفتح، والمرحلة بتقول الكلام ده، احنا شايفين الحاجات دي، شايفين على ارض الواقع يعني، بس هو في ناس لسه ما شافتش، ان شاء الله الفترة اللي جاية هتشوف الواقع وهتشوف الحياة كويسة. طيب ان شاء الله بوجودك تحت قبة البرلمان، اول طلب احاطة تقدمه للحكومة؟
الاهتمام بالمواطن، الاهتمام بالمواطن زي ما سيادة الرئيس قال، الاهتمام بالمواطن. اديك حضرتك شايف ناس بتشكي من ان المتر كانوا بياخدوه بجنيه، ساكنين في املاك دولة، ناس غلابة، مش من مرة واحدة من جنيه ترفعه لسبعة جنيه وعشرة جنيه واتناشر جنيه. الناس دي ما عندهاش شغل، ناس كبيرة في السن، ناس بنت وعمرت ادي لها سنين بالخمسين والستين سنة. فما ينفعش ان مرة واحدة تبقى الارتفاع في اربعة في خلال سنة. فدي اهم حاجة ان الحكومة والدولة تهتم بالمواطن وبظروفه الاجتماعية خصوصا. طيب حضرتك يعني بيقال ان الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، الشباب بالنسبة لحضرتك يعني هم الشباب؟ ده كلام حقيقي، ده الواقع اللي بنشوف على ارض الواقع. الشاب هو اللي بيخرج والده، هو اللي بيغير فكره، هو اللي بيخرجه الانتخاب، هو اللي بيخرج والدته، هو كل حاجة. الشباب الفترة اللي جاية دي، وهي الشباب في اي دولة في اي مكان، هي العمود الاساسي للبلد. طيب اهم رسالة تحب توجهها لاهل الدايرة؟ اهم رسالة اننا ان شاء الله تعالى موجود معاكم ودخلت البرلمان لخدمتكم، وانا خادم ليكم، وده امام ربنا ان انا في خدمتك من اول ما استلم شغلي لنهايته، خدمات عامة او خدمات خاصة. طيب سيادة النائب لو حب يعني يرسم ملامح مصر قبل ثورة 30 يونيو يقول ايه؟ لا دي كانت العملية ضباب خالص، كانت العملية هنبقى في حروب. كنت في الخدمة وقتها؟ كنت، لا كنت برا الخدمة، كانت هتبقى في مشاكل كتير. دي ممكن الناس ما كانتش جاية تحكم، كانت ناس جاية تعمل تسرق، كانت ناس جاية تسرق. وده انا بكلمك من واقع علي انا شخصيا، انا عندي حاجات كانوا عايزين يسرقوها، ومدير مكتب مش عايز اقول لك للرئاسة كلمني عشان يقابلني، وعمل مشكلة ان انا موافقتش. فدي ناس ما كانتش جاية تحكم. نوضح اكتر. طيب في يعني مثلا كن يعني انا من وجهة نظر يعني ان انتخابات برلمان 2020 هتكون بعيدة عن التزوير، لان كل الناس كل المرشحين اللي نازلين وطنيين، يعني ما فيش طيارات مثلا فاشية دينية او طيارات تانية، يعني كل المرشحين هم يعني اذا كانت قائمة وطنية او مرشحين فردي وكده. فهل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ طبعا كلام ده مش مزبوط. الانتخابات من ساعة ما الرئيس استلم ما فيش تزوير، وتحدى ان حد يقول فيه تزوير. في قضاء، والقضاء العدل هنا في مصر مشهود ليه بالنزاهة. مين يقدر يزور والقاضي قاعد؟ دي الناس بتاع اشاعات اللي بيقول كده، دول ناس بعاد عن الوطن خالص وعن الحقيقة. طيب ما هو دور مستقبل الوطن؟ سياسة. مستقبل الوطن موجود في كل المحافظات وفي كل القرى، والحزب اللي هو ليه دور فعال مع المجتمع. الأحزاب التانية لسه ما وصلتش للمستوى بتاع حزب مستقبل الوطن. ده اللي أنا أقدر أقوله لحضرتك، واقف مع المواطن في كل محنة ليه وفي كل مواقف بتاع البلد. دي حقيقة، أنا ما كنتش منضم قبل كده لحزب مستقبل الوطن، أنا انضميت الفترة الأخيرة ديت عن قناعة. يعني والحزب شفته لمس خدمات قدمها لناس كتيرة. على فكرة قرار بتاع الرئيس ده كان في صالح المواطن. يعني ايه احنا اللي استفدناه من واحد بنى 15 دور وبنى ابراج كامله حضرتك وانا؟ ما هذا الشبكه الطرق والصرف وكله ده محدد لعدد سكان معين، هو بيملاه وهو اللي بيكسب الفلوس، بتدخل جيبه ما بتدخلش الدوله. انت حضرتك انت وانا كلنا عانينا من الكلام ده. ناس بنت وبنت على ارض زراعيه، والرقعه الزراعيه دي مش سهله. كل الناس كانت بتبني الفتره اللي فاتت، لو ما فيش قرار كانت الاراضي كتير قوي الزراعيه تنتهي. طب ونبتدي ناكل منين ونشرب منين والفلاح؟ بالعكس، انا من وجهه نظري الشخصيه شايف انه كان قرار صائب، لكن الفتره اللي فاتت ان القرارات طبعا للمواطن
كان الأسعار عالية عليه في الريف خصوصا، لكن المواطن اللي هو بنى براج وبنى 20 برج و15 برج و14 دور مخالف، وهي الصرف والشبكة للشبكة العامة بالنسبة له 6 دوار، هو باني 8 زيادة، كان مكاسب خيالية بياخدها من المواطن وعشوائيات كلها أغلبها عشوائيات. طيب حضرتك طبعا أنت من أبناء الدائرة، يعني في ملفات كتير جدا يعني حسب يعني تعاقب الحكومات السابقة، عندنا ملف التعليم، ملف الصحة، ملف الإسكان، في ملفات كتير جدا شائكة، ما زال المجتمع المصري مش الدائرة بس هنا بس يعاني منها. هل مثلا حضرتك في مثلا اقتراحات معينة، في تصور معين لمعالجة هذه الملفات؟ هو في ملفين مهمين بالنسبة للدائرة وللمواطن، نمرة واحد الصرف الصحي والمستشفى والتعليم. المستشفيات ما فيهاش حاجة، الناس الفلاحين ديت بتوع القرى لما بيجرى له حاجة بيروح المستشفى يلاقيش حاجة، وكل ما فيش خدمة، ما فيش دكتور للأسف، ما في مستشفيات موجودة وتقدر تعمل فيها عمليات بس ما فيش دكتور للأسف، نفسه عايز يقدر على الحاجات دي وقال الكلام ده، فاحنا المفروض الاهتمام بيهم دول اعتقد ان لو اتحققوا للمواطن المصري والمواطن اللي هو الفقير هيرتاح الدنيا كلها والشارع المصري هيرتاح ان شاء الله. كده تخيل كده ان احنا النهارده ليل يعني صباحيه الانتخاب، رساله بقى توجهها لآل الدائره، اوجه رساله ليهم، انزل وشارك وصوتك امانه ودي اللي يستحق، ما تديش صوتك لاي حد، واوعى تدخل المال السياسي، لو تدخلت وديت صوتك بفلوس فانت مالكش مطالبه عنده، وتاكد هو اللي داخل كده داخل ياخد الاصوات بالمال، داخل ليه اهداف اخرى، مش هيخدمك ولا هيشرع لك قوانين ولا هيبقى في صفك ولا في طريقك، ان طريق مختلف تماما، تنتهي العلاقه بيه بعد الانتخابات مباشره. ما لمسته اليوم من حب حقيقي لنائب الدائره اللواء علي فهمي، يعني خليني اقول ان طبعا دي حاجه جميله جدا ان احنا بنلاقي ناس في انتخابات 2020 تلتف حول النائب في هذه التظاهره. هناك على النقيض نواب او مرشحين بيشتروا اصوات، واصبحت هذه الظاهره بعد ما كانت متمركزه في اماكن معينه تنتقل الى الاقاليم، فما رايك في هذه الإشكالية اللي هي المال السياسي والتغول على السلطة؟ المال السياسي ده اللي بدأ بيه الإخوان، بدأوا بعملية الزيت والسكر والشاي والكلام ده، المواطن في الكرة والنجوع مواطن غلبان فكانوا بيضحكوا عليه، فالضحكة فضلت مستمرة حتى بعد الإخوان ما مشوا، استغلوها رجال الأعمال، خدوا نفس الأدوار رجال الأعمال اللي هم بيدخلوا بالمال السياسي معاهم الفلوس، وعلى فكرة نسبة قليلة مش كتيرة، الأقاليم والأرياف مختلفة شوية، لأن في ناس شرفاء كتير قوي، واللي بياخد ده تأكد 100% إن في احتياج، وممكن ياخد وما يخشش يديه، يعني غالبيتهم بياخد منهم وما يدوهش، فلان ده مش مبدا، ما مش مبدا، اللي هيدفع اكتر طب هياخد، يعني انت حضرتك اديتني النهارده 50 جنيه او 100 جنيه، واحد يجي يديني 200 جنيه، طب وانا ليه هاخد من ده ومن ده ومش هدي الاثنين كمان، فهي عمليه اغرائيه وعمليه ناس بتستغل حاجه الناس للمال او للفقر الشديد بتاعهم وبتحاول تشتريهم، ودي نسبه المفروض ما تمثلش انه يبقى عضو مجلس الشعب، لان هو طالما اشترى صوت يبقى هو اساسا دلس ونصب على المواطن وضحك عليه، فهو ازاي يبقى يقبل بينه وبين نفسه انه يبقى عضو مجلس الشعب؟ فين الامانه وفين الضمير بتاعه؟ هيعرف يحاسب الناس ازاي؟ ما خلاص علاقته انتهت، ما اشترى الاصوات، يبقى كل من يملك مال يقدر يبعده مجلس الشعب؟ لا طبعا،
في ناس كلها في غالبية ناس شرفاء كتير، الغالبية دي نسبة بسيطة ما تذكرش، وخصوصا في الأقاليم والأرياف، وبرضو المدن فيها ناس محترمة كتير، دي نسبة بقول لك ما لا تتعدى 5% 2% 1% كمان اللي بياخد فلوس، لأن هو ما بيبقاش بينه وبين نفسه في احترام. وانت ازاي قاعده؟ انت جاي تسرق مش جاي تبقى عدو تدافع عن الناس ولا تشرح قانون. ازاي تشرح قانون وانت حرامي؟ اللقاء الثاني مع احد ابناء الدائرة، الاستاذ دكتور علي يسر المحامي. فندم اهلا بيك، حضرتك ليه بتأيد سيادة اللواء علي فهمي بدوي؟ والله يا فندم الفكرة ان اللواء علي فهمي اسماعيل شهرته علي بدوي، الفكرة ان احنا نفسنا نغير مفهوم السياسة شوية. السياسة يعني الصدق، اي شيء غير الصدق لا يصلح ان هو يكون سياسة ولا يصلح ان هو يكون اي شيء. سيدنا يوسف عليه السلام لما جه لعزيز مصر، فعزيز مصر طلب منه تفضل تاخد ايه، فقال له اجعلني على خزائن الارض اني لحفيظ عليم، لانه يعرف انه يقدر على المسؤولية فقدم نفسه. ودي فريضة ان الانسان اللي يعرف ان هو ادي الكرسي دوت يتفضل يتقدم بمنتهى الامانة وبمنتهى الصدق ان هو يقدر يستطيع، فابتدي يقدم نفسه. هذا المنهج منهج قرآني سنة كونية، ان الشخص اللي يستطيع ان يؤدي في مكان يؤدي فيه، وبناء عليه هو رشح نفسه. واحنا شخصيا لمسنا فيه ان عنده صدق وعنده امانة، وزي ما انا بقولت ان السياسة تعني الصدق، وانا المس في هذا الرجل ان هو رجل صادق ورجل قدر المسؤولية. واحنا محتاجين النهاردة، وطننا محتاج ان اللي يقدر يؤدي يتفضل يؤدي من غير ادعاء، لان الادعاء ضيعنا من الاخر كده، الادعاء ضيعنا. ووجود الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب رجع مصر لورا، رجعنا فعلا لورا. المنافسة القوية بين المرشحين وشديدة جدا، حضرتك شايف الحظوظ لسيادة اللواء علي فهمي؟ والله يا فندم الشعب مصدر السلطات، يعني الاحتكام، انا لو قلت وجهة نظري فوجهة نظري مجروحة لان انا مؤيد لعلي بدوي، لكن انا اقدر اقول لحضرتك بمنتهى التجرد، يعني عملنا احنا في المحاماة علمنا ان احنا نحكم بتجرد. التجرد يقول ايه؟ يقول ان في شعبية وان في صدق، صدق حقيقي مش صدق بمشاعر مغلوطة، دي نمرة واحد، او بخرافات دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة مفيش رشوة، لان يا فندم انا بكرر وبعيد وبقول بعد اذنكم، الراشي ملعون والمرتشي ملعون، المرشح اللي هو هيرشي ابناء دايرته بحرامي، ده لص، ده مش عضو مجلس نواب، ده لص، ما ينفعش. فالشعبية جاية هنا من حب الناس ومن الصدق مع الناس. وفي نفس الوقت يا فندم يعني هو ليهم تاريخ عريق في العمل البرلماني، يعني هو مش الفترة، يعني هو مثلا مرشح من 2010 تقريبا ل 2020 ما وفقش في دورتين، تمام. في خلال الفترة دي كلها العمل متصل، لان الايام دايما هي الحكم العدل، كفيلة بان هي تبين الشخص ده صادق ولا الشخص ده ايه كذاب. في خلال الفترة اللي فاتت دي كلها بصراحة لا، كان بيدي وكان عنده منهج وعنده منطق، واخوه برضو سيادة اللي هو ابراهيم بدوي، في الحقيقة العيلة كلها عيلة مشرفة وبتؤدي والناس بتحبهم فعلا. يعني ماذا تطلب من سيادة اللي هو بعد فوزه بالبرلمان؟ اطلب منه كما عهدناه، يعني ان هو يكون رجل امين على الاصوات، انه يكون ممثل للشعب فعلا، ما يكونش فيه مساحة، يعني ايه بمعنى اصح، ما يكونش برلمان عبثي، برلمان ملهوش لازمة. البرلمان اللي فات ده انا مش مقتنع بيه بصراحة، البرلمان اللي فات ده ما قداش دور. ليه؟ لان ولا صوت من اصوات الشعب، وادي الشعب هو موجود، الشعب موجود، النواب دول ما مثلوش الشعب، النواب دول كانوا سبة في حق الشعب فعلا، ده حقيقة. انا شخصيا بقول رأيي، بقول رأيي بمنتهى الامانة، النواب في الدورة اللي فاتت كان برلمان هزلي، ده مش برلمان، ده أغلى برلمان صرف على مستوى برلمان مصر كله. فإحنا النهاردة محتاجين النائب يعبر عننا بصدق، وبعدين إحنا صوتنا بشقين، بثواب وعقاب، يعني لو مش هيأدي هنعاقبه، ولابد أن المجتمع يكون كده، الشخص اللي يؤدي إحنا معاه، اللي ما يؤديش هنسقطه. ليه حضرتك هتأيد سيادة اللواء علي فهمي بدوي؟ بعد تجارب وبعد اللي احنا شفناه، لجينا اللي بيقعد على الكرسي ده معرفش بيعمل له سحر ولا ايه كده، مش بيأدي خالص دوره للأسف، يعني
في حاجات عندنا نقص كتير. يعني انا بتكلم على المجال بتاعي في المدرسه، التلاميذ قدامي في الفصل يتعدوا 80 تلميذ داخل فصل وداخل حجره واحده. طب ازاي نتعامل معاهم؟ مين اللي يوصل صوتنا؟ عندنا برضو بالنسبه للصرف، الصرف الصحي للاسف الخزانات والحاجات اللي بتعمل دي ضربت في الاراضي في الارض وبهدلت الدنيا. كنا بناخدها بعصبيه وان انا انتخب واحد ولازم الكرسي يبقى داخل القريه بتاعتي والكلام ده كله، لكن للاسف ما جابش معانا نتيجه. لقيت ان انا ده مفهوم خطا، يعني دي تعتبر تجربه خدناها ولقيناها خطا. فاحنا ما نصلح الوضع بتاعنا، احنا عايزين واحد يكون ليه تاريخ ويكون بيأدي خدمات من قبل الايه الكرسي ده، ومش يكون ان بياخد الكرسي ده اللي هو انه يكون داخل البرلمان عشان لمغزى اغراضه هو الشخصيه. لا، هو انت داخل ده يعتبر خدمي، انت بتخدم الناس وبتتكلم بصوت الناس اللي بقى توصل ايه النقص اللي عند الناس. انت بتتكلم عن الناس كلها اللي انت بتمثلهم، انت مش بتمثل شخص واحد، انت بتمثل الكل. فاللي انا شايفه كده ان انا كان لازم ان انا يعني ابدا من اول السطر وابدا بنقطه جديده، ان انا اختار راجل صح يكون ليه نفوذ، يكون واصل، يكون مش هدفه المال، يكون هدفه انه بيخدم الناس وتليفونه متاح، ولما اروح له واطلبه في مصلحه عامه الاقيه. اتعرف على حضرتك استاذ وفاء محمد من ابناء محافظه المنيا ومن مؤيدي اللواء علي بدوي. استاذ وفاء، ليه حضرتك بتأيدي سياده اللواء علي بدوي الفهمي؟ ببساطه كده لان هو راجل متواضع جدا، فاتح بيته وتليفوناته 24 ساعه لخدمه المواطنين. مش هو بس ده، هو اهل بيته كلهم، مش لاهل دريته بس ومش لمؤيدينه بس، لجميع الطوائف في المجتمع. استاذه وفاء، طبعا المنافسه قويه بين المرشحين، وحضرتك طبعا شايفه حظوظ اللواء علي فهمي في هذه الدوره؟ ان شاء الله باذن الله انا شايفه حظ اللواء علي فهمي كبير قوي، ان شاء الله يكتسح وان شاء الله يكون لي الحظ الاكبر في الاصوات باذن الله. بالنسبه لحضرتك سيده وامراه، ما هو دور المراه في المجتمع؟ دور المرأة كبير قوي في المجتمع. أولا المرأة دلوقتي بقت بتمثل مش نصف المجتمع بس، المرأة بتمثل المجتمع كله. هي الأم وهي الأخت والزوجة وهي كل حاجة في المجتمع. أتعرف على سيادتك؟ أحمد محمد صابر أبو طالب الفيومي، موجه لغة عربية، مدير إدارة صف الخمار السنوية سابقا، من مؤيدي اللواء علي بدوي، مرشح حزب مستقبل وطن، من أبناء الدائرة. أهلا بك يا فندم. حضرتك ليه بتأيد سيادة اللواء علي فهمي؟ تأييدنا لسيادة اللواء علي فهمي لأنه شخصية قادرة على تقديم خدمات كثيرة للناس في المجال يعني الرسمي والمجال العرفي. يعني كتير جدا بنلقى لسيادة اللواء علي فهمي قدامنا في المجالس العرفية، محل مشاكل كثيرة، مشاكل ثأر، مشاكل عائلية، كل الناس بتروح له وما بتأخرش لحد. الأمر الثاني بقى الجانب الرسمي، احنا يعني بنثق جدا في قدراته يعني على عمله كعضو في البرلمان المصري. المنافسة قوية بين المرشحين وبين سيادة اللواء علي فهمي البدوي، حضرتك شايف الحظوظ الفوز قدام سيادة اللواء قد ايه؟ أنا شايف إن المجموعات أو يعني الأفراد السيادة المرشحين أمام سيادة اللواء حظوظهم ضعيفة، لأن سيادة اللواء عامل قاعدة شعبية كبيرة من خلال خدماته اللي بيقدمها من زمن طويل، يعني ممكن من التسعينات أو قبل التسعينات، وكابتن علي فهمي إسماعيل بدوي وهو نموذج حقيقة للخدمة العامة والعمل السياسي المتميز. ماذا تطلب من سيادة اللواء علي فهمي في فوزه في البرلمان القادم؟ اطلب منه ان هو يعني يقوم بدوره العظيم في خدمة مصر، لان بلدنا دي بلاد العز، ارض الكنانه وارض النور والعلم وانا وارض يعني وارض ينعم الاحرار فيها برزق الله من حلو المكانه. فبالتالي هو حظي بهذه المكانه ان شاء الله، يكون ان شاء الله تعالى عند يعني وهو عنده مستوى وحسن ظن جميع الناس الذين وثقوا به كعضو في البرلمان، يقدم خدمات للناس. الامر التالي بقى يقوم بدوره التشريعي في البرلمان، وهذا هو الاهم يعني ده المنتظر منه. خدمة الناس هو دور هامشي على يعني على هامش العمل البرلماني، ونحن نثق في قدرات سيادة اللواء علي بدوي في كل اتجاه.